فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الالتفاتة اليمنى مخصصة بحي على الصلاة واليسرى بحي على الفلاح، أم نقول واحدة يمينا وشمالا والثانية أيضا يمينا وشمالا؟ يلتفت على اليمين في حي على الصلاة الأولى، ويلتفت شمالا في حي على الصلاة الثانية، ثم يلتفت يمينا في حي على الفلاح الأولى، ثم يلتفت شمالا في حي على الفلاح الثانية. أربع التفاتات. نعم.